تقوم إسرائيل أعلنت عن طائرة مسيرة متطورة للغاية قادرة على الحد ووضع حد للطائرات المسيرة التي تستخدمها إيران وفصائلها المسلحة في المنطقة، وممكن جدا أن تقلب الموازين في الشرق الأوسط بأكمله في حرب المسيرات التي نراها بشكل تقريبا يظهر لنا يوميا. وهذه طبعا كلها جاءت بإعلان جاء من الجيروزلم بوست الإسرائيلية يوم أمس، هي التي أعلنت عن هذا الأمر بتصريحات مباشرة من الشركة المصنعة ألا وهي سمارت شوتر، هي التي قامت بتصنيع هذه الطائرة المسيرة. وهذه هي الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها ألا وهي سماش دراجون، هي طائرة خطيرة للغاية وهي ممكن جدا أن تطارد الطائرات المسيرة أينما وجدت وتسقطها بدقة عالية للغاية. باختصار شديد جدا بأن هذه الطائرة المسيرة التي نتحدث عنها هي تمتلك رؤية حاسوبية متطورة للغاية في متابعة الطائرات المسيرة، كذلك النظام الخاص بها بالنسبة لهذه الطائرة هو يعتمد على عملية التعقب بتكنولوجيا عالية جدا وبالاستهداف بدقة عالية، أي بما معنى أنها تقوم بعملية الإغلاق على الهدف، تغلق الهدف بهذا الشكل وتعطي الإعاز الكامل وبإطلاقة واحدة تسقط الطائرة المسيرة أينما كانت. وهذه طبعا قضية وتكنولوجيا عالية للغاية وتكلفتها رخيصة للغاية مما يحدث في المنطقة بأكملها في مواجهة هذه الطائرات المسيرة. كذلك هذه الطائرة الوزن بالنسبة لهذه الطائرة خفيف للغاية، وهذا ما يعطيها الإمكانية العالية جدا بأنها طائرة سريعة جدا مقارنة بأي طائرة مسيرة، لديها إمكانية المطاردة بشكل عالي لأي طائرة ممكن أن تدخل من أي مجال تأتي إلى المنطقة التي هي طبعا تقوم بحمايتها هذه الطائرة المسيرة. بالإضافة إلى ذلك هي تعمل في النهار تعمل في الليل من مسافات بعيدة، لديها قدرة تحمل عالية جدا، قاموا بعملية تجارب حية لهذه الطائرة المسيرة ناجحة للغاية ومئة بالمئة. وبعد إنهاء هذه التجارب هم صرحوا للجيروزلم بوست كما لاحظنا في الجيروزلم بوست، ولكن حتى هذه اللحظة هم لم يطلقوها، لم نراها في أي قاعدة أو غيرها، ولكن مع هذه التصريحات ممكن أن نراها في الفترة القادمة وهي تعمل على الأقل في الأجواء الإسرائيلية أو حتى بمشاركتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الطائرة كذلك لديها إمكانية في حمل الأسلحة وهي مبنية على أساس حمل البنادق، وهذه قضية قد تبدو يعني جديدة نوعا ما بالنسبة للطائرات المسيرة أو نادرة على الأقل. وبالتالي عندما نلاحظ هذه الطائرة فسنلاحظ بأنها تحمل بندقية، القضية هي ليست في البندقية وإنما القضية في الناظور المستخدم في هذه البندقية التي نراها بهذا الشكل. وهذا الناظور هي قضية حقيقة اعتمدت عليها وطورتها بشكل كبير شركة سمارت شوتر التي تتحدث وأعلنت عن هذه الطائرة المسيرة المسلحة، وهي التي طورت هذه النواظير بهذا الشكل، وهي طبعا طورت شيء اسمه سماش 2000 وبعدها قاموا بتطوير سماش 2000 بلس، وهذه طبعا لأسباب مهمة جدا. بالنسبة لسماش 2000 تقريبا هم طوروها منذ عام 2019 ولديها تطبيقات تقوم بهذه التطبيقات الستة التي تستخدم بالنسبة لسماش 2000، ولكن سماش 2000 بلس أضافوا عليها هذه التطبيقات التي نراها هنا، مثلا مواجهة الطائرات المسيرة، تسجيل العملية بالكامل، كذلك لوك اند تراك أي أنها تغلق على الهدف وتضرب الهدف وتصيبه، وكذلك سويفت مود تشينج والعديد من التفاصيل المتخصصة بها. فبالتالي سماش 2000 بلس هي تتمتع بكل هذه التطبيقات التي نراها والتي نتحدث عنها. وبالنسبة لهذه النواظير حتى نفهم هذه القضية بشكل أفضل ونذهب سنلاحظ باختصار بأنها ممكن لهذه النواظر أن توضع على أي بندقية أو أغلب البنادق على الأقل مثل الكلاشينكوف الأي كي أو حتى أي بندقية أخرى، وكذلك هي تعمل بهذه الطريقة وكأنك في فيديو جيم في لعبة، هي تقوم بالمتابعة عندما تريد الهدف تعمل اللوك وتضرب مباشرة، وبهذا الشكل أيضا وتضرب مباشرة. نفس التكنولوجيا الآن هي مطبقة بشكل أكثر تطورا وأكثر دقة في هذه الطائرة المسيرة بحسب طبعا الجيروزلم بوست والتصريحات التي جاءت من شركة سمارت شوتر. وبالتالي أيضا يجب أن ننتبه بأنهم طوروا الأمور إلى درجة هذه الشركة إلى أنهم أوجدوا هذا الجهاز الغريب الذي نراه أمامنا ألا وهو سماش هوبر، وهذا باختصار بأنهم ليسوا بحاجة إلى الجنود، ليسوا بحاجة إلى أن الجندي يستخدم البندقية كما شاهدنا في الفيديو. بالتالي يوضع الجهاز بهذا الشكل على الأرض، يغطى أو يوزع في المنطقة ويتحكمون به من بعد، وبالتالي يتمكن من ضرب الأهداف التي يريدها بالتقنية التي لاحظناها. وكذلك
كذلك هنالك جهاز متطور أكثر ألا وهو سماش هوبر بي، الذي هو طبعا يعتبر وزن أخف، وكذلك مثل السماش هوبر ممكن أن يستخدم على الأرض، ممكن أن يستخدم على العجلات، وممكن أن يضرب الأهداف من على بعد 300 متر بدقة عالية جدا وبإطلاقة واحدة. أهم ما في هذا الأمر هي إطلاقة واحدة لضرب الهدف وإسقاطه مباشرة، وبالتالي كل هذه التكنولوجيا وكل هذه الدراسات التي تمت وأعلنت عنها هذه الشركة منذ عام 2019 اليوم ستأتي بخلاصة بهذه الطائرة ألا وهي سماش دراجون. وهذه طبعا القضية بالنسبة للإسرائيليين هي مهمة في منطقة الشرق الأوسط لعدد من الأسباب. واحدة من الأسباب أن هنالك انزعاجا من الأوساط الأمريكية مما يجري في قضية الدرونز والطائرات المسيرة التابعة لحقيقة في عمليات الدفاع من الولايات المتحدة الأمريكية ضد الطائرات المسيرة التي تستخدمها إيران والفصائل المسلحة الموالية لها، لأن التكلفة عالية للغاية. الوول ستريت جورنال تحدثت عن هذا الموضوع مؤخرا وقالت بأن الصواريخ المستخدمة ضد الطائرات المسيرة غالية ومكلفة للغاية، ولابد أن نجد طريقا، بل إن هنالك دراسات قالوا بأن علينا أن نفكر في وضعنا في الشرق الأوسط بشكل عام، في إشارة لعمليات الانسحاب المحتمل للولايات المتحدة الأمريكية والتي نسمع عنها بين فترة وأخرى. وبالتالي الوول ستريت جورنال ترى بأنه صحيح هذه المسيرات عندما تهاجم الولايات المتحدة في العراق أو تهاجم في سوريا على سبيل المثال، فالولايات المتحدة دائما قادرة على النجاح في التصدي على نسبة عالية جدا، نسبة تقريبا 100% بالنسبة للطائرات المسيرة إذا ما تحدثنا فقط في العراق من هجمات الطائرات المسيرة. ولكن الوول ستريت جورنال ترى بأن كل تصدي لكل طائرة يكلف الصاروخ الواحد على الأقل للتصدي لهذه الطائرات المسيرة 3 مليون دولار، بحسب طبعا الوول ستريت جورنال وما ثبتته حول هذه القضية. وهذا ما جعل الفورين أفيرز اليوم تتحدث وتضع علامات استفهام قانونية، لماذا نحن موجودون في سوريا؟ هل القضية هي داعش أم الميليشيات؟ هنالك تصعيد علينا وهنالك استنزاف عالي جدا، وهل نحن فعلا بحاجة للتواجد في سوريا؟ فبالتالي وجود هذه الطائرة المسيرة هي قد تلعب دورا كبيرا جدا في تغذية الولايات المتحدة الأمريكية وتكنولوجيا الولايات المتحدة الأمريكية في إصابة خطر الطائرات المسيرة الموجود في المنطقة بشكل عام، إذا ما تحدثنا بالدفاع عن قواعدهم وغيرها، خاصة وأن القواعد تهاجم بالطائرات المسيرة مثل قاعدة التنف هوجمت سابقا بخمسة طائرات مسيرة، بالتالي هم يجدون بأنه يجب أن يكون حلا، فهذه الطائرة تبدو فيها الكثير من الحلول، خاصة وأن قبل ظهور وقبل التصريحات بهذه الطائرة كانت هنالك إحصائيات مثيرة أيضا تحدثت عنها الجيروزلم بوست، ألا وهي بأن الهجمات التي تمت من حزب الله اللبناني بالطائرات المسيرة ليست هجمات، وإنما قد تكون طائرات مسيرة تجسسية لكي نكون أدق، تجمع المعلومات على الإسرائيليين بأنها كانت نسبة وعدد الطائرات المسيرة التي استخدمت في عام 2020 94 طائرة. مع السمارت شوتر ومع هذا التطور ومن دون هذه الطائرة المسيرة استطاع لخفض هذا الرقم إلى 74 طائرة تمكن حزب الله اللبناني من اختراق الأجواء فيها، وبالتالي يجدون بأن مع هذه الطائرة سيحققون الكثير من الردع في هذه القضية. وهنا أنهم يعلمون تماما والإسرائيليون يتعاملون مع هذه القضية وكأن الطائرات المسيرة لن تنتهي وقضيتها لن تحل، وحتى وإن كانت قد سمعنا بتقارير بأن طائرات الدرون ستكون جزءا من المفاوضات النووية إذا ما اتفقوا، ولكن هم يعتقدون الآن ويرون بأن الأمور لن تنجح في المفاوضات النووية وبأن الطائرات المسيرة ستكون في تصعيد كبير جدا، وقد أساسا حتى لو اتفقوا على الاتفاق النووي لن تصل الأمور إلى حل في الطائرات المسيرة. وهذا لسبب مهم جدا، وهذا السبب واحد من الأسباب المهمة هي ذكرت يوم أمس على الفورم بوليسي بتصريحات من أحد المسؤولين السياسيين الموجودين في مفاوضات فيينا، سرب قضية مهمة جدا توضح بأن الأمور صعبة للغاية في هذه المفاوضات التي نتحدث عنها، وهذا ما ثبتته الفورم بوليسي، أن وتيرة تقدم المحادثات لا تتماشى مع وتيرة التقدم النووي الإيراني. إذا استمرت المحادثات خلال الأسابيع المقبلة بالوتيرة المتباطئة الحالية، فقد تضطر واشنطن إلى إعادة النظر في أهمية الاتفاق النووي بالكامل واتخاذ قرار بشأن تصحيح المسار. واحدة من الأمور التي ساعدت إيران أن تكون قوية للغاية هي قضية أيضا نشرتها البلومبرغ الأمريكية يوم أمس، تتحدث
عن كميات النفط التي اشترتها الصين من إيران ومن فنزويلا، كميات هائلة جدا. وأخذت هذه الإحصائيات من شركة مختصة بهذه التفاصيل ألا وهي شركة كيبلر، ونشرت طبعا هذه الإحصائيات بكل بساطة كما نلاحظ هنا السنين، كما نلاحظ 2017-18 وهنا 2021. ثبتت شركة كيبلر بأن الإحصائيات لعام 2021 لشراء الصين للنفط من إيران وفنزويلا مجتمعة هي جاءت بهذا الشكل المرتفع مقارنة بعام 2020، بل إنها كانت بزيادة نسبة 53% عن العام الماضي، وهي بطريقة طبعا غير قانونية من قبل الصين هذه القضايا الشرائية، لأن هذه الدول بالنسبة لإيران وفنزويلا هي معاقبة، ليس من المفترض للصين أن تذهب إلى هذا الطريق. يعني وهنا نتحدث على ما يقارب بحسب التقرير إلى 324 مليون برميل فقط في عام 2021 اشترته الصين من إيران ومن فنزويلا، وهي نسبة قريبة جدا من حقيقة النفط الذي كانت اشترته الصين من الدولتين بنفس الطريقة في عام 2018، وهو كان العدد يصل إلى 352 مليون برميل للنفط في حينها. فبالتالي رغم هذا الانخفاض وفي السنة الأولى إلى جو بايدن ارتفعت بهذه النسبة العالية، وبالتالي توفرت الأموال، خاصة وأن هذا النفط الذي نتحدث عنه، ولماذا الصين تقوم بهذه الأمور؟ لأن هذا النفط رخيص، هو رخيص للغاية مع ارتفاع النفط العام حقيقة الماضي في عام 2021 وصلت إلى تقريبا 50% زيادة النفط، ساعد مباشرة بأن الصين ساعدها أن تذهب لشراء هذا النفط لأنه رخيص، في أسوأ الحالات هو رخيص بنسبة 10% بالنسبة لهم مقارنة بالسوق، لذلك اشتروه وهي تستحق المغامرة، واستمرت الأمور بشكل طبيعي. وهذا يوضح لماذا إيران تبدو قوية للغاية في هذه المفاوضات، واحدة من العوامل المهمة، وكذلك توضح قضية الشحن الهائلة للسلاح والمعدات التي تقوم فيها إيران. إلى يوم أمس لوحظت طائرة الشحن التابعة إلى قشم للحرس الثوري الإيراني ليست في مطار دمشق أو سوريا، لا أبدا، بل هي وصلت إلى كاراكاس العاصمة الفنزويلية، لوحظت بأنها تغادر، وخاصة وأن هنالك الكثير من التقارير من إسرائيل ألما وغيرها تتحدث أن الطائرات المسيرة وصلت إلى كاراكاس وغيرها في الفترات الماضية مع زيارة الجنرال الإيراني الذي هو طبعا الراحل قاسم سليماني بالتقارير الأخيرة التي جاءت على لسان الرئيس الفنزويلي. وبالتالي لوحظت أن التجرؤ وصل ليس لشراء النفط فقط بل لشحن الأسلحة إلى فنزويلا، كما هو ملاحظ من هذه الطائرة ألا وهي دائما ما تلاحظ تحلق فوق الأجواء العراقية وتصل إلى سوريا إلى مطار دمشق الدولي ألا وهي بوينغ 747، نفس الطائرة تقوم بالكثير من هذه الرحلات وغيرها. وبالتالي نحن أمام أمور متطورة هائلة جدا في المنطقة وأمور تسليحية واضحة جدا، وقد تكون هنالك وقد نكون أمام بداية واضحة لتغير معين في عام 2022 بكل تأكيد.